السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. اليوم وصفة اليوم هي طريقة بسيطة وسهلة وأكيد معروفة عند الكثير من الأخوات لإزالة الشعر من الجسم أو أي منطقة كانت في الجسم. يعني سأحاول أني أتكلم فيها في هذا الفيديو على الطريقة الأنجح لإزالة شعر الجسم، خاصة في الشتاء، لأنه يصعب علينا إزالة الشعر، خاصة إذا استعملنا الوسائل التي تزيل الشعر من الجذور. بما أنه هناك برد، يعني سيكون الأمر مؤلم ومزعج. وأسهل وأنجح وأسرع طريقة ولا تأخذ منا وقت لإزالة الشعر هي طريقة استخدام هذه الوصفة. سأتكلم يعني عن الطريقة الصحيحة لاستخدام هذه الوصفة. قبل ما أبدأ في شرح هذه الطريقة، أتمنى منكم أحبائي لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس. كما أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي يشتركوا فيها ويفعلوا الجرس حتى تصلهم جميع فيديوهاتي الناجحة والمجربة، وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. قلت بما أننا في فصل الشتاء ويصعب علينا إزالة الشعر، يعني خاصة بالحلاوة، الطريقة هذه هي الطريقة السهلة والبسيطة والسريعة، وهي إزالة الشعر باستخدام كريم إزالة الشعر، يعني أي نوع كريم لإزالة الشعر. أنا عندي هذا النوع، يكون عبارة عن رغوة. هناك يعني من يستعمله استعمال خاطئ، وبالتالي نلاحظ أنه هناك يحدث تهيج للبشرة وممكن حتى اسمرار في بعض المناطق، خاصة تحت الإبطين وفي المناطق بين الفخذين. الآن سأتكلم على الطريقة الصحيحة والسهلة والسريعة لتجنب كامل هذه المشاكل. أول شيء، قبل ما أنزع الشعر نقوم بدهن المنطقة التي أريد إزالة الشعر منها بالماء، يعني نقوم بتبليلها بكمية من الماء، ثم نقوم بفرد هذا الكريم. أي نوع كريم، الأحسن أني أختار النوعية الجيدة والتي تناسب البشرة الحساسة، يعني أختار النوعية الخاصة بالبشرة الحساسة، ضروري جدا. نقوم بتوزيع هذا الكريم على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، ونتركه من 10 دقائق إلى ربع ساعة، ثم نقوم بإزالته، ليس بتلك القطعة التي هي من البلاستيك التي تأتي مع الكريم. سنستعمل شيء آخر أسهل، وهو فرشاة الأسنان. من الأحسن أن تكون من النوعية التي تكون أسنانها ناعمة جدا، ثم نقوم بعمل حركات بهذا الشكل خفيفة جدا، ولا نقوم بخدش المنطقة، يعني إذا إن هذا الكريم قوي جدا على البشرة وسيسبب تهيج. نقوم بعمل حركات خفيفة جدا بهذا الشكل، ستزال أو يزال كامل الشعر من المنطقة، ثم نقوم بتنظيف وغسل المنطقة جيدا بالماء، يعني إذا كان بالماء والصابون، إذا كانت البشرة حساسة لا نستعمل الصابون، مهم نكثر من استعمال الماء حتى نزيل كامل هذا الكريم على البشرة، لأنه إذا بقي على البشرة سيسبب لها تهيج وحساسية. بعد ما نزيل الشعر وننظف المنطقة جيدا، نقوم بعمل مرطب، أي نوع مرطب يكون خفيف على البشرة، وأنا أفضل استخدام زيت جونسون للأطفال. ندهن المنطقة بزيت جونسون للأطفال ونتركه عليها حتى تتشربه البشرة بالكامل. يعني هذه هي، حبيت فقط أني أشرح الطريقة الصحيحة لاستعمال كريم إزالة الشعر، وحتى لا تسبب لنا هذه الماسكات في يعني أشياء أخرى نحن في غناء عنها. هذه هي الطريقة الصحيحة، أتمنى أني أكون قد أفدتكم ولو بالقليل. إذا كانت عندكم أي أسئلة أو أي استفسارات اتركوها لي في التعليقات. يعني هذه هي الوصفة خاصة بفصل الشتاء، يعني للأخوات اللواتي لا يستطيعن استعمال الخلطات أو
استعمال مزيلات للشعر التي يعني تسبب الألم الكبير، لأنه في فصل الشتاء يكون الألم أشد منه في فصل الصيف. شكرا لكم على المتابعة أخواتي، أنتظر آراءكم وتعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. اليوم وصفة اليوم هي طريقة بسيطة وسهلة وأكيد معروفة عند الكثير من الأخوات لإزالة الشعر من الجسم أو أي منطقة كانت في الجسم. يعني سأحاول أني أتكلم فيها في هذا الفيديو على الطريقة الأنجح لإزالة شعر الجسم خاصة في الشتاء، لأنه يصعب علينا إزالة الشعر خاصة إذا استعملنا الوسائل التي تزيل الشعر من الجذور. بما أنه هناك برد يعني سيكون الأمر مؤلم ومزعج، وأسهل وأنجح وأسرع طريقة ولا تأخذ منا وقت لإزالة الشعر هي طريقة استخدام هذه الوصفة. سأتكلم يعني عن الطريقة الصحيحة لاستخدام هذه الوصفة. قبل ما أبدأ في شرح هذه الطريقة، أتمنى منكم أحبائي لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس. كما أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي يشتركوا فيها ويفعلوا الجرس حتى تصلهم جميع فيديوهاتي الناجحة والمجربة، وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. قلت بما أننا في فصل الشتاء ويصعب علينا إزالة الشعر يعني خاصة بالحلاوة، الطريقة هذه هي الطريقة السهلة والبسيطة والسريعة، وهي إزالة الشعر باستخدام كريم إزالة الشعر، يعني أي نوع كريم لإزالة الشعر. أنا عندي هذا النوع يكون عبارة عن رغوة. هناك يعني من يستعمله استعمال خاطئ، وبالتالي نلاحظ أنه هناك يحدث تهيج للبشرة وممكن حتى اسمرار في بعض المناطق خاصة تحت الإبطين وفي المناطق بين الفخذين. الآن سأتكلم على الطريقة الصحيحة والسهلة والسريعة لتجنب كامل هذه المشاكل. أول شيء قبل ما أنزع الشعر، نقوم بدهن المنطقة التي أريد إزالة الشعر منها بالماء، يعني نقوم بتبليلها بكمية من الماء، ثم نقوم بفرد هذا الكريم. أي نوع كريم، بالأحسن أني أختار النوعية الجيدة والتي تناسب البشرة الحساسة، يعني أختار النوعية الخاصة بالبشرة الحساسة، ضروري جدا. نقوم بتوزيع هذا الكريم على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، ونتركه من 10 دقائق إلى ربع ساعة، ثم نقوم بإزالته ليس بتلك القطعة التي هي من البلاستيك التي تأتي مع الكريم. سنستعمل شيء آخر أسهل، وهو فرشاة الأسنان. من الأحسن أن تكون من النوعية التي تكون أسنانها ناعمة جدا، ثم نقوم بعمل حركات بهذا الشكل خفيفة جدا، ولا نقوم بخدش المنطقة، يعني إذا أن هذا الكريم قوي جدا على البشرة وسيسبب تهيج. نقوم بعمل حركات خفيفة جدا بهذا الشكل، ستزال أو يزال كامل الشعر من المنطقة، ثم نقوم بتنظيف وغسل المنطقة جيدا بالماء، يعني إذا كان بالماء والصابون، إذا كانت البشرة حساسة لا نستعمل الصابون، المهم نكثر من استعمال الماء حتى نزيل كامل هذا الكريم على البشرة، لأنه إذا بقي على البشرة سيسبب لها تهيج وحساسية. بعد ما نزيل الشعر وننظف المنطقة جيدا، نقوم بعمل مرطب، أي نوع مرطب يكون خفيف على البشرة، وأنا أفضل استخدام زيت جونسون للأطفال. ندهن المنطقة بزيت جونسون للأطفال ونتركه عليها حتى تتشربه البشرة بالكامل. يعني هذه هي، حبيت فقط أني أشرح الطريقة الصحيحة لاستعمال كريم إزالة الشعر، وحتى لا تسبب لنا هذه الماسكات في يعني أشياء أخرى نحن في غناء عنها.
هذه هي الطريقة الصحيحة، أتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو بالقليل. إذا كانت عندكم أي أسئلة أو أي استفسارات اتركوها لي في التعليقات. يعني هذه هي الوصفة خاصة بفصل الشتاء، يعني الأخوات اللواتي لا يستطيعن استعمال الخلطات أو استعمال مزيلات للشعر التي يعني تسبب الألم الكبير، لأنه في فصل الشتاء يكون الألم أشد منه في فصل الصيف. شكرا لكم على المتابعة أخواتي، أنتظر آراءكم وتعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.